السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالكم وندرلاند جالاكسي. فإن شاء الله يعني مازال غادي نستمروا في الأكواد المهمة في الهواتف ديالنا أندرويد. الأكواد اللي كتكتشف لنا الهواتف ديالنا كيفاش دايره، الحالة ديالها كيف هي، الحالة ديالها يعني كماتريال أو كجهاز، واش هل يعني البطارية صالحة أم لا، وكذلك الشاشة أو الكاميرا أو أي شيء متعلق بالجهاز. ثم الأكواد اللي كتحمي لنا الهاتف ديالنا من التجسس أو من التطبيقات اللي كتكون داخلة في الهاتف ديالنا وكتجسس علينا، وكذلك الأكواد اللي كتكتشف لنا التطبيقات اللي كتجسس علينا. إذا الأكواد عندنا يعني، وكذلك الأكواد اللي كتبين لنا يعني الهاتف ديالنا والمعلومات اللي متعلقة به، مكان الصنع، تاريخ الصنع، يعني لامارك ديالو فين منين. فاليوم إن شاء الله عندنا واحد الكود اللي هو مهم كذلك بحال الأكواد اللي سبقنا وتكلمنا عليهم، فإن شاء الله نشوفوه ونبدأ الفيديو على بركة الله. فأول شيء إخواني، فغادي نبدأ هذا الكود هذا بإطوال أو لا يعني نجمة شباك 2 6 6 3، ثم نديرو شباك ثم نديرو اتصال، والنتيجة غادي تكون هي هذه. فهذا الكود هذا كيعطينا الفيرموير فيرشن، دونك غادي يعطيني يعني الفيرسيون ديال الهاتف ديالنا. فكيف كتشوفوا المعلومات اللي متعلقة بالجهاز ديالنا ومكان الصنع والكود ديال الصنع او اي شيء متعلق به، يعني هذا الكود هذا كيعطينا باش نتاكدوا بان الهاتف ديالنا اصلي او لا يعني صيني ولا يعني غير اصلي. فلما كيبان هنا كاين عندنا ريفريش، دونك ريفريش وي في فيرسيون، حتى الويفي كيعطينا لا فيرسيون ديالو الويفي فيرشن. فهنا كيعطينا معلومات على الهاتف ديالنا. فاخواني هذا الكود هذا يعني باش ما نطولش عليكم، فما اكواد صغيره وقصيره بزاف ولكن الفايده ديالها كبيره بزاف. فهذا الكود هذا غادي يعطينا معلومات على الهاتف ديالنا بطريقه عامه، البلوتوث كذلك فيرشن. لهذا اخواني استعملوا هذا الكود هذا وغادي تكتشفوا الهاتف ديالكم كيف داير واشمل فيرسون وإلى ماركه ديالو. اخواني نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون وتكونوا استفدتوا منه بزاف ان شاء الله. فما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو.